السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم. اليوم جينا لسوق الجمله ديال مراكش. فريمون السوق هذا تبارك الله كبير بزاف، كتحس به منظم ماشي عشوائي. قبل من هادشي هذا البارح مشينا جمع الفنا، نخليكم في الفيديو تشوفوا الاجواء كيفاش دايره جمع الفنا، ومن بعد نمشيو للسوق باش نكتشفوا هذا السوق اللي فريمون عجبني بزاف. يلا نمشيو. جيتي لمراكش وما جيتيش لجمع الفنا؟ الصراحه بحال ما درتي والو. هذا واحد الارث ثقافي مغربي خاصنا نحافظوا عليه. وإلا جيتي ما تنساش الدوق الطنجية ولحم الراس وخدنجال وباولو وتضرب نعامة سيدي غلالة وتشرب شي كاس ديال العصير باش تبرد وتضرب شي دويرة في جامع الفنا اللي كتعتبر الساحة ديالو من أحسن الساحات اللي كاينين في العالم. وما نساوش مراكشيين راه دمهم خفيف. النشاط النشاط ديما النشاط. وقبل ما ندخلوا للسوق مشينا نفطروا عند صاحبي كمال. البلاصه ديالو راه ساهله تعرفوها، راه كيتواجد على اليمين ديال السوق حدا القنطه. غتمشيو تاكلوا احسن فطور في الطبيعه، وتقدروا تلقاو عنده كل شيء: اللوبيا، العدس، البطبوط، البيض البلدي، البيض الرومي، داك الشيء على الاشكال والانواع. ودائما جماليه الاشياء في بساطتها. حنا دابا دخلنا للمارشي، واول حاجه تلفت الانتباه ديالي هو حلاق وسط المارشي ديال الجمله. والله الا بصح، من بين المميزات ديال سوق الجمله اللي كاين في مراكش هو انه منظم. اي كل مربع كتلقى فيه واحد الخضره معينه اللي كتكون كيستهلكوها المواطنين بزاف. فمثلا كاين مربع الليمون، الفواكه الموسميه، البقوليات، الخضره الموسميه، الجزر، الطماطم، البطاطس. الا قلت لكم داكشي منظم، وخصوصا في السبت حيت كتكون السلعه موجوده والجمعه ما تكونش الخدمه، يعني السوق تيكون سافي. تميت غادي الاخوان جا وقفني واحد السيد قال لي انت كتشبه ليا، وبدينا كنديو نجيبو معاه في الهضره. وتعاودنا واحد المهم، تحيه للشلوح في المكان. شحال دراكم؟ خطير جدا، خطير لا خطير. سير ديال بزاف تايلاند ما نعاودش. ها شي حاجه موت بحال بين هذا الاسطر في الرقص. في واحد بنفشكل والله واعر. الثمنات ديال الخضره اليوم تقريبا ماشي حاجه، والثمن ديال الخيزو شحال؟ بحال الخيزو 5 دراهم، فلفل 10 دراهم، زيد فلفل 5 دراهم، الفلفل 7 دراهم، زيد خيار 6 دراهم، باذنجان 7 دراهم، سير على الله، بطاطا 5 دراهم، لفت الله يجينا ونجي 6 دراهم، وهاد لي شو هذا؟ هذا 7 دراهم. الله زعما هذا فيه قزبر ما عندناش. ممكن هاد العجبه، واش هذاك العجب شنو هو؟ هادي وهادي 100 1000 فرانك 100 هذا دابا غلا منه القزبر. غلا هذا هو القزبر، هادي ولا 50 ريال هذا وهذا ورق ارى لي طار طار طلع. شنو هو هذا؟ شنو هو هذيك مخينزه 5 دراهم؟ واخا مخينزه ولكن دواء وفيه الريحه زينه. ما بين المميزات ديال السوق ديال الجمله هو انه فيه الجمله ديال التبر، يعني اي واحد
بغى يشري التمر بالجملة وجميع أنواع ديال التمور من المجهول من سير من بويس تحمي من الفكوس مهم أي نوع هنا غادي تلقاوه بثمن جد مناسب لأن هناك تقريبا مراكش كتفرق الجهة كاملة تقريبا والسوق تبارك الله كيعمر نهار السبت لأن الجمعة ما تيكونش خدام الجمعة السوق تيكون سد اليوم المجهول شحال كيلو اليوم؟ لا نقادش شحال تقريبا؟ من 1200 حتى 2000 على حسب أنت أنت راس السوق راس السوق وهذا شحال؟ هذا 360 سميتو هذا؟ هذا سير هذا سير وهذا شنو هو؟ هذا كلان 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 اه شكون كلان كلان نوع ديال التمر هذاك ياكلوه صحاب السكر صحاب السكر كتكون فيه السكر شويه ناقص كيكون فيه السكر ناقص شويه هذا المجهول هو هذا اي محل خبز بحال الله العظيم مرحبا كتجي السكر هي لا درتي لي الفاكهه تما عمرتي ولا حول ولا قوه الفاكهه انا الله يهديك تاكل القرقال البيستاج الناس صافي مرحبا غنشوفو ندرسو هاد العمليه درسها تما في المنبر طاب لا ولكن غنديرو هكا وهكا اييه كلشي ديالك كعب شحال فيها؟ هي شحال؟ هي 12000 ياك؟ هاك 12000 كيفاش؟ هذه هي راه هذه هي 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 هذه